بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت سيد الوصين. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك محمد المختار. السلام عليك وعلى أبيك حيدر الكرار. السلام عليك يا أخت الحسن الشهيد المسموم. السلام عليك يا أخت الحسين الشهيد المظلوم. السلام عليك يا أخت الحسن الشهيد المسموم. السلام عليك يا أخت الحسين الشهيد المظلوم. السلام عليك أيتها الصابرة المجاهدة. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخويك. السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من ذرية أخيك الحسين. ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم وتحت لوائكم. أسأل الله الذي رزقني في الدنيا زيارتكم أن يرزقنا في الآخرة شفاعتكم، وأن يحشرنا معكم وتحت لوائكم، وأن يسقينا من حوضكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أستودعك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك وأن عليا عبدك ووليك. فاكتب لي هذه الشهادة عندك حتى ألقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.